تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، سعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج نفتح أبواب التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معنا اليوم في التنسيق ميرا الغفلي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ودكتورة ندى الملة في التقديم. صبحت الله بالخير دكتورة. صباحك الله بالخير والنور والسرور، صباحكم ورد وجمال وطاقة إيجابية، ويوم أربعاء جميل اللي يتبعه باكر إن شاء الله الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. أنا أبغي أعرف الحين أنت تقاشرين على يوم الخميس من يوم الأحد؟ من يوم الأحد أقول لكم على يوم الخميس عشان تعرف يوم تحط هدف إن الخميس جاي تحس إن الأسبوع قصير. أيمن من يوم الجمعة. إنزين. عموما دكتورة أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وأكاونت هيئة الصحة في دبي DH_دبي على الإنستغرام. طبعا هاي أرقام التواصل عشان تطرحوا لنا ملاحظاتكم آرائكم شكاويكم وعندكم أي شكر لأي شخص، لأن هدفنا في النهاية هو تحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. فتواصلوا معنا عن طريق أي طريقة من طرق التواصل. حلوة هاي، أي طريقة من طرق التواصل. على طاري طرق التواصل، طبعا الجيش اللي انتي مجندتنهم على السوشيال ميديا يسلمون عليك، دافعت لهم بيزات، وأيضا السوشيال ميديا معانا خلص الراتب وانا ادفع لها ميام حمود لبدفع كل هالناس. الاسم الجناحي صبحت الله بالخير، مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة. صباحك وردي أسماء. أسماء موجودة ولا؟ صبحكم الله بالنور والسرور. وين صباحك ورود يا أسماء. حتى شو اسمه أيمن بهت يقول شو السالفة. تفضلي يا أسماء. نحب نعطيكم أبرز ما الأشياء اللي صارت في السوشيال ميديا. إحنا اللي قطاني فتح معرض ومؤتمر البصريات ومنتجات العيون فيجن إكس، واعتبر من أكبر المعارض اللي مختصة بالعيون والنظر وكل الأشياء لها علاقة بالعين منها التجميلية. اليوم الساعة 11 ساعة راح يكون معنا دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في لقاء مباشر يتواصل فيه مع الجمهور، اللي عنده أي سؤال أي اقتراح أي فضفضة يتواصل معنا على فيسبوك والإنستغرام لايف بيكون DHA_Dubai، هذا هو حسابنا. فاللي في جعبتهم حكاية حياكم الله. حلو في جعبتهم حكاية، هي خلي يتواصلون معاكم في قيادات في خدمتكم إن شاء الله اليوم. ونختمها يعني بآخر نصيحتين. في نشرة حطيناها أمس أن ليس فقط يعني من يعاني من سرطان الثدي هم النساء، لكن أيضا 1% على مستوى العالم قد يكون ذكور لأسباب دينية وراثية. فمش يعني أن سرطان الثدي للنساء رجال ما يفحصون. صحيح صحيح يا أسماء. ونختم برسالة صباحية، القائد الناجح هو من يحافظ على تطور نفسه، تحرص دائما على أن تواكب كل جديد. شكرا لك يا أسماء. شكرا لك يا أسماء. وعلى طاري الكشف مال سرطان الثدي، احنا عندنا اليوم في البرشة حملة بعد للتوعية بسرطان الثدي، لأن طبعا شهر أكتوبر كامل هو شهر التوعية بمخاطر سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر. فأي امرأة حاليا تسمعنا تتوجه لأي مركز صحي تابع له وتسأل عن كشف المبكر لسرطان الثدي، لأنه من السرطانات القاتلة للنساء على الرغم من سهولة الكشف المبكر. خلي عنها. موضوع سرطان الثدي ما نتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل، ولكن
في عنا خبر شوي بنفس السياق محمود ترى. والله؟ اي والله. لا انا بقول لك شو السالفه. البارحه شفت واحد من الشباب طبعا هو احد الضباط الكبار في شرطه دبي، ما بقول اسمه ريال معروف، لكن سلمت عليه لما عرفته. ليش؟ انا حيد وجهه ابيض كان. اوكي. لحيه بيضاء وهذا هل اذكره. مره واحده اشوف ولد صغير قدامي وكذا وسلم ما عرفتني، قلت له طالعت كذا فلان، قال لي هي بس عرفته من صوته. ها هي قال تخيل، خليني اقرا الخبر عقب اقول لكم شو قال لي. يقول ربطت دراسة حديثة بين كثرة استخدام صبغة الشعر وسرطان الثدي، حيث كشفت ان خطر الاصابة بهذا المرض يزيد بنسبة 14% عندما يفرط الشخص بتلوين شعره. حذرت الدراسة التي أجراها مستشفى برنسس غرايز في لندن من صبغ الشعر بشكل متكرر، وأوضحت الدراسة أن استخدام الصبغة يجب أن لا يزيد على 6 مرات في السنة، ومن المفضل استخدام استحضارات طبيعية كالحنة بدلا من الصبغة. وكما بحسب الدراسة نفسها يجب اختيار صبغة الشعر الأقل احتواء على الأمينات العطرية أو الأمونيا. صبغات الشعر بالنسبة للحريم يكون حاطين فيها أمونيا وايد عشان تصبغ أقوى. بس الحين محمود ترى حتى شركات صناعة صبغات الشعر صارت واعية أكثر بهالموضوع، تلاقون الصبغات يكون مكتوب عليها خالية من الأمونيا أو أمونيا فري، لأن فعلا مرتبطة بسرطانات معينة. وهالدراسة تثبت أن لا علاقة بزيادة الخطر الإصابة بسرطان الثدي. ممكن الشخص يقول محمود شخص شعري بسرطان الثدي يعني. الحين بقول لك لحظة، أنا خلي أخبرك رياش وقال لي، قال لي أنا 3 شهور كل ما نش الصبح اطالع وهي اقول بسم الله الرحمن الرحيم مو هذا. 3 شهور هو يدش. قلت له بس هذا مثل ما تقول الدراسات انه في كيميكال واشياء ممكن تسبب سرطانات وكذا. قال لي يعني هذا انا مراعنا عشان شيء ان هذا الموضوع يتلف الكبد، فانا اشرب ماي وايد واسوي وما ادري كذا، واخذ بعض الاشياء اللي تقاوم هذه المساله. الحين هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هو يصبغ، يعني يصبغ ويشرب وايد ماء عشان يخفف من اثر الصبغه يعني في الجسم؟ اي عشان ما ياثر على الكبد. شوف محمود، هو اعتقد هو فكرته ان انا اصفي الجسم، يعني انا اشرب وايد ماء عشان اصفي الجسم، ما اعتقد لا علاقه وايده. لان لما احنا نحط الصبغه على الجلد، الجلد فيه مسام، فيروح يمتص جزء من الماده الصبغيه اللي انا حاطتها على الجسم على الجلد على الشعر، يتم امتصاص جزء منها. فان احنا نشرب ماء وايد عشان نصفي الجسم، ما اعتقد الامور تمشي بهذه الطريقه. ولكن لحظه، الدراسه هي شو تقول؟ يجب الا يزيد عدد صبغ الشعر 6 مرات في السنة. أنا ما أتوقع محمود حد يصبغ شعره أكثر من 6 مرات في السنة، يعني إذا أكثر من 6 مرات يعني تصبغون كل شهر، يعني هذا وايد يا جماعة. حتى صبغ الشعر نفسه ممكن يحرق لكم فروة الرأس، يخشن الشعر، يسوي تساقط في الشعر، يسوي تصبغات ما تروح. هني يقول صباح الخير، ما هي أضرار الصبغ إذا صبغت مرتين في خلال شهر واحد؟ وشكرا. لا وايد، يعني دراسة تقول 6 مرات في السنة، مرتين في الشهر وايد. يعني اتوقع سائل الريال، اعتقد الريال يصبغون اسرع من الحريم لان اللحيه تبيض عنهم اسرع. يا جماعه لا، في تكنيك انت ما تعرفين. في تكنيك حق اللحيه؟ اي التكنيك. شو يقول لك؟ على حسب كلام الريال اللي شفته. مو كلامك انت يعني. لا انا ما اصبغ الحمد لله. انزين، يقول ان لازم يوم تروح الحلاق يكون على طول معين هذا الطول، يعني ما يستوي تخف اللحية وايد وبعدين تصبغ، لأن بتطول والشعر بيبيض على طول. لا، في تكنيك معين، قياس معين للحية عشان تطول 10 أيام الصبغة. 10 أيام يعني بيصبغ مرتين في الأسبوع. محمود نفس الشيء، نفس القصة. استخدموا صبغات الرجالية، في صبغات رجالية من الحنة ما تعطي اللون الأحمر. مشكلة نعرف الرجال يخافون من اللون الأحمر، يعني يعطي اللون البرونزي الأحمر هذا. في صبغات من الحنة ولكن تعطيكم لون أسود. ها؟ في رسوم تحركها كان صاحب اللحية الحمراء، ما تذكرين؟ ما حد يبغى يصير صاحب اللحية الحمراء يا معمول، مشكلة. يبون أسود يكون. دكتورة صح أن أقوى الصبغات هي الصبغ الأسود. صباح الخير، ما هي أضرار الصبغة؟ هاي قلناها.
والصبغات ترى يا جماعه في نقطه وايد مهمه، ما ريتني مريضه في العياده لا صفله كان ريال يقول قرعنا من الصبغه ها ولا يعني مره ريال يصبغ دائما، يعني دائما يصبغ لحتى من سنين، وفجاه استوى عنده رد فعل تحسسي شديد، معني تستخدم نفس الماركه وبنفس الطريقه ومتعود عليه من سنوات. ترى الجسم يبدا يبني رد فعل تحسسي شوي شوي ضد المادة الصبغية، فممكن تلاقون فجأة استوى عندكم رد فعل تحسسي، عشان شي تلاقون الصبغات تذكر. استخدم أول شيء كمية بسيطة على رقعة بسيطة من الجلد، بعدين كملوا يعني حطوا على باقي الشعر عشان رد فعل التحسسية. طيب نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ونتكلم أكثر بالتفصيل عن موضوع سرطان الثدي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على كونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. طيب وايد تعليقات ياتنا على موضوع الصبغة دكتورة، ها ان تؤدي للسرطان، ولكن سرطان يعني الصبغة هذه ممكن صبغة الشعر قد تصيب سرطان الثدي، ولكن سرطان الثدي ايضا قد يصيب الرجال دكتورة. صحيح. فنحن ما نتحدث عن حملة توعوية عن سرطان الثدي عند الرجال مع الدكتورة ليلى سليمان أخصائي صحة عامة وطب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية. صبحت الله بالخير دكتورة معانا عبر الهاتف. صباح النور، مرحبا. هلا دكتورة ليلى. اهلين، هلا دكتوره ندى. وانا صباح الخير، مرحبا. هي اهلين. زين زميلي ترى في العياده. تفضلي دكتوره. دكتوره ليلى، لو ممكن تعطينا نبذه عن هالحمله المخصصه، يعني هالحمله مميزه ان الكشف عن سرطان الثدي عند الرجال، فاعطينا نبذه عن الحمله. اكيد اكيد ان شاء الله. من الشائع في اكتوبر توعيه النساء خاصه لاجراء الفحص الذاتي سرطان الثدي والتاكيد على اهميه الفحص المبكر، وهذا نكون أقفلنا دور الرجل فيما يخص هذا الموضوع، حيث أن صدر الرجل أيضا يحوي على نسيج الثدي ويختلف حجم وكثافة هذا النسيج من شخص لآخر. وقد ارتفع معدل إصابة الرجال بسرطان الثدي من مصاب واحد من بين كل 1000 رجل إلى 1.3 لكل 1000 رجل عالميا. وفي الولايات المتحدة متوقعين أن في هالسنة 2017 يشخصون 2500 رجل بسرطان الثدي، وغالبية الحالات ما يكون لها أي تاريخ مرضي في العائلة، والسبب في المقام الأول يعود إلى الطفرات في الجينات اللي هي المسبب الأكبر لهذا السرطان، وهاي الطفرات الجينية غير متصلة بجنس المصاب وتحدث في الرجال والنساء. طبعا الشائع اللي يشخص في الرجال هو انفيسيف دكتل كارسينوما اللي يحدث في القنوات، وهذا النوع هو من الأنواع القادرة على الانبثاث لأعضاء أخرى، فخطير جدا أن الرجل يحمل هذا السرطان وهو يعني ممكن أنه يأثر على أعضاء ثانية. ومن الحالات اللي سجلت العام الماضي حالة رجل عنده سرطان في الثدي وما عنده أي أعراض غير كتلة في الصدر الأيمن لمدة 6 سنين، تخيلي. فتم على استئصال هذا السرطان. طيب دكتورة، يعني أنت قلتي ما عنده غير ما عنده أعراض غير كتلة بسيطة قلتي لي على صدره. أيه. شو في أعراض ثانية ممكن الواحد ينتبه له؟ هو أهملها يعني 6 سنين يعني شاف الكتلة وأهملها؟ هو مو طبعا نحن ثيم الحملة اللي مسوينها هي أن الرجال لا يتحدثون عن السرطان. ورجال وايد يعني يتحسسون من أن يتكلمون عن مرض أو عن أي عارض يصيبهم، دائما يهملون عكس الحريم دوم وسوسات وهذا أي شيء. الكلتر عند الحريم أنه دائما they support. صحيح. يعني دائما في نوفر الدعم لنفس بعضنا. صحيح صحيح. طبعا الحملة هي تتكون عن توعية وتثقيف صحي. التوعية أول شيء تكون عن عوامل الخطورة. صحيح. للإصابة بسرطان الثدي عند الرجال من قبل مثقفين صحيين، طبعا هذا المثقف يثقف عن العوامل الوراثية والجينية
زين. ويليها طبعا العوامل الثانية التي تؤدي للإصابة مثل التدخين، شرب الكحول، السمنة المسرطة، وأمراض الكبد المزمنة. والتثقيف الصحي يكون على مجسم لصدر الرجل يشرح فيه المثقف الصحي عن كافية الفحص الذاتي وشو التغييرات اللي ممكن ينتبه لها الرجل. طبعا التغييرات تكون في الجلد، يا أما احمرار، تغيير في اللون، تغيير في الشكل، تغيير في ملمس الجلد بشكل عام، تقرحات، آلام، كتل، وممكن تكون تغييرات في الحلمة مثل أنها تتحسس أو أنه يتغير شكل النسيج. صحيح. الدكتورة تفضلي. الجزء الثاني من الحملة هو الفحوصات الطبية، يبدأها الطاقم التمريض في قسمنا بالمؤشرات الحيوية، وفي طبيب يفحص الصدر لدى الرجال، طبيب رجل طبعا يفحص الصدر في مكان خاص للرجال. ممتاز. دكتورة ليلى، هذه الحملة بتكون في أي هيئات صحية؟ طبعا نحن في هيئات صحية ولا دوائر حكومية؟ سامحي، هيئات حكومية. في أي هيئات حكومية؟ طبعا نحن أعلننا عن الحملة لكل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة. بديناها الحمد لله في محاكم دبي، تليها مؤسسة دبي للإعلام، بعدين إن شاء الله عندنا حملات في هيئة كهرباء ومياه دبي. متى يأين المؤسسة؟ متى بتكون المؤسسة؟ بني فرع مسار اللي تابع لمؤسسة دبي للإعلام. أوكي، يعني إذا تعالوا هني المبنى الرئيسي. حاضرين طبعا، أي طلب نحن حاضرين ومستعدين نلبي. زين. ميرا نسقي وياهم الله يخلي، تخيون هني يسوون الفحص في المؤسسة. شو رأيك؟ مثل ما قلنا محاكم دبي، مسار، هيئة كهرباء ومياه دبي، بنك الإمارات الإسلامي، هيئة الطرق والمواصلات، طبعا هاي لك كانوا سباقين لأنهم يحجزون. جميل. وإذا حد حاب يحجز عندنا رقم للتواصل مع الإدارية اللي هي 04-502-2162. 502-2162 صحيح؟ صحيح. عشان إذا حابين يعني يحجزون الحملة في الهيئة اللي هم تابعين لها، صحيح؟ صحيح. أي هيئة ومؤسسة حكومية نحن نرحب بتواصلهم ومستعدين ان نوفر لهم. انتوا دوروا دكتورة المؤسسات والدوائر اللي فيها نسب الرجال اعلى من طبعا الحين. نحن طبعا اول شيء خاطبنا المحاكم، الشرطة، النيابة، يعني هاي الاماكن اللي فيها كثافة من الكادر الرجالي اكثر. الرجال. هي نعم. صحيح. دكتورة ليلى تعطينا على السريع شو هي اعراض هذا المرض، يعني ممكن المرأة تعرف اكثر بالتفصيل قولي له بالتفصيل عشان لان احنا قلنا وايد كلام عن الحمله، بس يعني بدنا نخصص السؤال عن الاعراض عشان الواحد ينتبه للاعراض اللي تكون عنده. انت ما تعرفين دكتوره، ها يطرشوا له هني على الانستغرام لايف الاسئله، زين، وعلى الواتساب. هذا ما يسوي لنا سالفه. زين الدكتوره ترى على الاسئله، تفضلي دكتوره. طيب اوكي. طبعا الاعراض اللي الواحد لازم يراجع الطبيب اذا لاحظها هي يعني مثل ما قلنا احمرار او تغيير في منطقه الثدي، تحسس أو كتل في الأنسجة تحت الحلمات مباشرة، تغيير شكل الحلمة، دخول الداخل أو ألم في المنطقة، أي إفرازات، أي تقرحات في منطقة الصدر، أي كتل في منطقة الأبط. هاي الأشياء تدعي أن الواحد يكون شوي حريص ويراجع الطبيب. طبعا الحملة بعد غير ناحية كون الرجل مصاب أو أنه يتابع حالته عشان يكشف مبكرا، تركز على الجانب الاجتماعي. صحيح. ودور الرجل كداعم للمرأة إذا كان في عائلته حد مصاب أو يعني شخص بهذا المرض. طبعا دور الرجل ما يتوقف إذا كان في عائلته امرأة مصابة، لازم بعد هو يدعمها نفسيا وعاطفيا. خاف يدعمها بالسيارة. لا لا سؤالي يا دكتور عموما الحين دكتورة شاكرين لك هذا اللقاء وهذه المعلومات، وإن شاء الله الأيام الجاية منتابع معاكم الحملة هذه، ونتمنى تكوني معانا كذلك في الاستوديو ناخذ تفاصيل اكثر. يمكن اليوم اللي بتون بسوون فيه الفحص هني عندنا ناخذك معانا في الاستوديو. على خير. شكرا لك دكتوره ليلى سليمان، اخصائي صحه عامه وطب المجتمع بقطاع الرعايه الصحيه الاوليه، حدثتنا عن حمله توعويه عن سرطان الثدي عند الرجال. يا
يصيب الرجال ترى. يصيب الرجال ترى. وفي نسبة مثل ما قالت 2500 رجل في الولايات المتحدة تم تشخيصهم في السنة، يعني النسبة مو قليلة. وما في حرج، يعني هذه رسالة للرجال، ما في حرج. إن طبعا منطقة الصدر عند الرجال مختلفة تماما عن عند النساء، إن النساء بالعادة أي مشكلة عندها في الصدر على طول تتوجه للطبيبة، ولكن الرجل يشعر بحرج. هذا المونوغرام يقدرون يفحصون الرجال؟ الماموغرام. الماموغرام ممكن يستخدم. صح حكي وايد. هذا ما كمنت ونحش عرفنا نحن. ها؟ أنا ما. ممكن يفحصون الرجال ممكن على نفس بالألتراساوند، ممكن يسوي له ماموغرام، ممكن يسوي له أشعة حسب الحالة، ولكن ما نشعر بالحرج. نتوجه للعيادة، نقابل طبيب الرجل ونشرح له المشكلة. وطبعا كل الحالات محمود تعامل معها بخصوصية تامة، يعني واحد ما يخاف يقول الناس شو بتقوله، وقلت لهم عندي ورم في الثدي، ما حد يعرف، لنا كل معلوماتك في خصوصية تامة. طبعا مع نظام سلامة ما حد يقدر يفتح ملفك أصلا. مو بيقولون الشغل مو بعيب، أنا أقول المرض مو بعيب. صحيح. وهذا بسلامة رب العالمين. أكيد. وإن شاء الله الواحد يؤجر عليه، يعني الصبر عليه يؤجر. أكيد. عموما نحن نتمنى يعني العافية والصحة للجميع، وكذلك نتمنى الشفاء للمصابين بهذه الأمراض. صحيح. أنا لازم أخذ مثل دكتورة، يعني كل يوم الصبح نصبح على المرضى اللي عندنا في المستشفيات، لأن في وايدين يسمعونا. صحيح. من خلال الأبليكيشن أو حتى من خلال أثير الإذاعة. صحيح. بتبع هذا الموضوع خلاص مباشر. مباشر نصبح كل يوم إن شاء الله يا رب. عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع مهم جدا. ما نتكلم عن شو؟ بنتكلم عن مشاركة الهيئة في مبادرة يوم بلا مراكز خدمة. بلا مراكز خدمة. التفاصيل بعد الفاصل مع الأخت شيخ الرحومي مدير إدارة علاقات المتعاملين، وأيضا معنا الأخت حوى بعد كذلك بتكلمنا عن جانب من هذه المشاركة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، بنتكلم عن موضوع مهم، وهو عن مشاركة الهيئة في مبادرة يوم بلا مراكز خدمة. للحديث عن هالمشاركة وكيف بتتم، معانا في الاستوديو شيخ الرحومي مدير إدارة علاقات المتعاملين في الهيئة، ومعانا حوا. حوا عرفي عن نفسك. السلام عليكم، معكم حوى البلوشي، رئيس مكتب دعم الأعمال من إدارة التعليم الطبي. نورتي يا حوى، نورتي يا شيخة الاستوديو. تعطينا نبدأ عن هالمبادرة، احنا سمعنا وايد هيئات شاركت فيها، احنا بنعرف الهيئة كيف بتشارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أني أقول صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وصباح سعيد على مستمعينا الكرام على طاقم العمل. مبادرة يوم بلا مراكز خدمة هي اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة يوم بلا مراكز خدمة، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأولى عالميا، المدينة الأذكى عالميا على مستوى العالم. وبناء عليه احتضنت هذه المبادرة الدائرة المالية، وقرر تخصيص يوم 26 أكتوبر من هذا العام ليكون يوم بلا مراكز خدمة. في هذا الإطار بيتم وقف كافة المعاملات التي تتطلب إجراءات دفع في مراكز الخدمة. جميل. ليش إجراءات دفع في مراكز الخدمة؟ لأن الكثير من الخدمات اليوم ممكن يبتدي بها المتعامل يطلبها أونلاين، لكن في مرحلة الدفع يضطر أن يروح ويتوجه إلى مركز الخدمة ويعني ويتمم إجراءات الدفع. لكن مبادرة يوم بلا مراكز خدمة هي تقف يعني توقف جميع المعاملات والإجراءات، بحيث أنها تكون من طلب المتعامل هذه الخدمة حتى إتمامها تكون كلها أونلاين. ممتاز. تفضل محمود. لا والله حش. لا والله حش. سؤال كريم أنا ما أتدخل فيها. حوا، لو ممكن تعطينا شو الإدارات المشاركة ضمن هذه الحملة؟ إحنا كإدارة تقصدين البرامج اللي بتشارك؟ بالضبط. نعم.
في البداية السلام عليكم. شكرا أول شيء أنكم جبتونا اليوم هنا وعشان نشارك في هالمبادرة. يعطيكم ألف عافية وصباح الخير على الجميع. احنا كإدارة التعليم الطبي طبعا عندنا عدة برامج وعندنا عدة خدمات نقدمها للحضور، بس احنا ركزنا على الخدمات اللي بتشارك في هالمبادرة في هاليوم. ركزنا على برنامج الالتحاق الكلينيكي اللي هو يتسمى الكلينيكال اتاتشمنت. البرنامج هذا طبعا الفئة المستهدفة هي طلبة الجامعات والأطباء والمختصين بغض النظر عن جميع التخصصات، سواء كانوا فنيين، مختبرات، صيدلة. يقدرون هم في هاليوم طبعا يجون ويسجلون. احنا الخدمة عندنا متوفرة اونلاين موجودة، في لها فيز معينة، ريجستريشن فيز تقريبا 200 درهم، واليوم وطبعا للمواطنين يكون فري، والغير المواطنين طبعا 50 درهم عن اليوم الواحد. فهم الفئات هذه المستهدفة تقدر تتدرب. التدريب يكون عنا من شهر، أقل شيء شهر، لمدة 3 شهور يتدربون في مستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بهيئة صحة دبي. فالمتعاملين طبعا الخدمة هذه بالتعاون مع إدارة الميديا والخدمة المتعاملين، بيكون هناك طبعا في خطة تسويقية حق هالمبادرة وعن طريق القنوات الذكية اليوم ها بنشارك فيه إن شاء الله. ويقدرون طبعا هي فرصة ان الواحد يعزز هالخدمات الموجودة، تكون مثل وعي حق الفئات كلها، انهم يعني كثر ما نقدر نجيب اكثر اكبر شريحة عشان تستفيد من هالخدمات. جميل، هذه مشاركة ادارة التعليم الطبي. في ادارات اخرى مشاركة اختي شيخة عن هذا الموضوع؟ نعم، قامت هيئة الصحة وبناء على توجيهات معالي حميد القطامي رئيس مجلس الادارة والمدير العام لهيئة الصحة بتشكيل فريق عمل يضمن إدارة علاقات المتعاملين، إدارة تقنية المعلومات، إدارة المالية، إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي، وكذلك الإدارات والقطاعات المقدمة لهذه الخدمات. حصرنا كافة الخدمات التي بشارك في هذه المبادرة، وحددنا الخدمات ومراكز الخدمة، وكذلك اعتمدنا الخطة التسويقية اللي نحن بنبلش فيها من اليوم باختار المتعاملين عن هاي الخدمات. هيئة الصحة تشارك بتقريبا 30 خدمة في 3 مراكز، منها خدمات التنظيم الصحي، خدمات التعليم الطبي اللي تفضلت الأخت حواء وعرفت على الخدمات المشاركة، وكذلك خدمة الخاصة للموردين اللي هي تشارك فيها إدارة العقود والمشتريات، المزاد الذكي، وهو يعتبر تطبيق المزاد الذكي يعد الأول من نوعه على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، يمكن المتعاملين من الاطلاع على مزادات الهيئة، تحميل المستندات المطلوبة في أي مكان وفي أي زمان والمشاركة فيها. طبعا أخويا محمود، الهدف من هذه المبادرة احنا نحاول قد ما نقدر نشجع المتعاملين على التحول للقنوات الذكية، على التحول على المنصات الذكية عبر موقع الهيئة، عبر تطبيقات الهيئة، للحصول على أفضل الخدمات واستثمار أوقاتهم بشكل أفضل. كذلك نحن اليوم كهيئة الصحة نساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لدبي والمتمثل في التحول إلى المدينة الأذكى عالميا. طيب الحين اللي ما نفهمه، ما أدري دكتورة، بتسكرون المراكز؟ ما بتسكر مراكز الخدمة هذاك اليوم؟ بتسكر الخدمات المشاركة فيها، الخدمات المشاركة في مراكز الخدمة، نعم بيتم وقف كافة المتعاملين الحصول على الخدمة عن طريق المراكز وتفعيل اللي هي قنوات التواصل. لما ضيم بياخذون إجازة هذاك اليوم؟ لا طبعا، في خدمات في خدمات ثانية اللي هي ما شاركت في الخدمة هي موجودة. وأنا أقدر أقول أن نحن هذه الدورة الأولى لمبادرة يوم بلا مراكز خدمة، نشارك فيها بتقريبا 30 خدمة على مستوى هيئة الصحة، لكن هذه خلنا نقول المفاجآت القادمة في الأيام الثانية السنوات القادمة إن شاء الله نحن بنشارك بخدمات أكثر بمراكز أكثر على مستوى الهيئة من أجل إسعاد المتعاملين وخدمات تفوق توقعاتهم. يعني أنا أحس شغلة جميلة دكتور، أن الواحد ممكن يجلس البيت يخلص معاملاته وهو مرتاح، حتى الموظف أعتقد بيكون مستانس أن الضغط بيخف عليه، وأيضا ممكن أن يشتغل بالبيت في يوم من الأيام. ليش لا؟ ليش لا؟
بالعكس نحن يعني أحد أهداف هذه المبادرة هي استثمار أوقات المتعاملين وكذلك الموظفين بحيث أن يعني يركز وقته على الأشياء المهمة في الإجراءات وإتمام الخدمة بشكل أسرع. ممكن ينجز أشياء أخرى الموظف هالوقت بدل ما يكون متعامل قدامه. الحين هذه هو يوم واحد بلا مراكز خدمة. نعم. فهل يعتبر هاي مثل بايلوت أو تجربة مبدئية إن بعدين ممكن بعد سنة أو ست أشهر توقف كافة مراكز الخدمة وكل شيء يتم إلكترونيا 100%؟ نعم، هذا هدف مدينة دبي إنها تتحول كامل خدماتها إلى خدمات ذكية تتاح عبر منصات ذكية. المتعامل سواء من خارج الإمارة من داخلها يكون مرتاح يحصل الخدمة في بيته في المكان اللي هو يحبه وبأسرع ما يمكن. أحس شوية المسألة يعني بالنسبة للقطاع الصحي تكون صعبة دكتورة، على أساس أنه بيكونون الناس لازم يكونوا موجودين إذا بيسوي فحص ولا بياخذ دم ولا شيء. يمكن ما ينطبق على العيادات محمود، أعتقد بس القصة أقسام الإدارية أتوقع. لا، أنا أتكلم مستقبلا. نعم، يعني في البداية نحن ركزنا على الخدمات الإدارية مثل خدمات التنظيم الصحي، تراخيص، التعليم الطبي، المزاد الإلكتروني، لكن مش معناته أن الخدمة الطبية في المستقبل بعد ما نقدر نقدمها إلا عن طريق مراكز الخدمة. اليوم الطب يتقدم، التكنولوجيا تتقدم، التطبيب عن بعد، التطبيب عن بعد. فقد ما نقدر من الخدمات طبعا بتوضع خطة ان شو الخدمات اللي هي قابلة للتحول الكترونيا. نعم اكيد ان في خطة موجودة في هيئة الصحة وخلنا نقول هاي يعني اول الغيث. ممتاز. اسال بس سؤال محمود، اختي شيخة الحين ممكن متعامل يسمعون يقول اذا في امكانية اصلا انا انهي كل المعاملات من البيت، هل القنوات هذه اصلا موجوده ولكن المتعامل ما يستعملها، ولا القنوات بتكون فقط موجوده في هاليوم بحيث انه ما يضطر يزور مركز الخدمه؟ لا، هي اليوم اجباري اظني. نعم نعم، هذا اليوم اجباري بحيث ان احنا نعزز يعني الممارسه الدائمه للمتعاملين. القنوات موجوده والتطبيقات موجوده، لكن ساعات المتعامل يمكن تعود انه هو يخلص الخدمه عن طريق مركز الخدمه. احنا اليوم نقول له قنواتنا جاهزه، منصاتنا جاهزه، تطبيقاتنا جاهزه، نباك تخلصها وانت في بيتك، حتى اجراءات الدفع يعني الخدمه توصلك وانت في مكانك. فهاي اليوم صح هي خدمة إجبارية، المبادرة إجبارية إنهم ما نستقبل متعاملين لهاي الخدمات المشاركة. ممتاز. لكن نحن نبغى نرفع الوعي عند المتعامل، إذا أعلنت أي هيئة حكومية عن خدمات ذكية نبغى يعني يزيد عند الوعي باستخدامها. طيب الحين كيف المتعامل ممكن أنه ينهي معاملاته؟ شو الروابط اللي ممكن يزورها؟ الأشياء أظني تكلمت حوا بشكل سريع، بس ناخذ مال التعليم الطبي بعدين ناخذ الإدارات الثانية. أنا في عندي مثال ثاني أحب أني بس أعطيكم فكرة عنه، أن نحن كإدارة التعليم الطبي عندنا برنامج اسمه برنامج دبي للتخصصات الطبية. طبعا إحنا كهيئة صحة دبي الكور بزنس مالنا هو الميديكال. هالبرنامج هذا برنامج حق الأطباء، تقريبا عندنا حاليا 18 تخصص، تخصصات هذه متوزعة على مستشفيات ومراكز هيئة الصحة. الحلو في الموضوع ان احنا السيستم نفسه سويناه كله اونلاين، يقدر الخريج الجديد او الطالب او الطالبة يدخلون الويب سايت مال الهيئة، يدخلون دبي ريزيدنسي تريننج بروجرام، ويقدرون يعبون كل الابليكيشنات واجراءاتهم كلها يسوونها اونلاين. يمكن هو يلجأ حقنا في حالتين، اذا في عندنا امتحان، في امتحان شفوي وامتحان كتابي، والامتحان الشفوي طبعا يكون عن طريق امتحانات مصغرة حق الأطباء، وفي الامتحان الكتابي اللي يكون على مدار السنة 4 مرات في جامعة الإمارات لأنه على مستوى دبي. فالحلو في الموضوع أن نسبة كبيرة يوم بتي حق الريجستريشن أونلاين تقريبا نوصل من 350 ل 400 أبليكيشن. وإحنا هني دورنا شو نسوي؟ نقعد نطالع طبعا نشوف كل الأبليكيشن هذه ونجلس نختار أنسب، بعد ما يسوي الامتحان الشفوي والكتابي نختار طريقة الامتحان، طبعا تكون طريقة نوعين، فنختار أفضل الدرجات. ففي النهاية نوصل على عدد من 80 ل 90، هم هذول الأطباء اللي ناخذهم على حسب حاجة المستشفيات ونوزعهم في المستشفيات والمراكز الصحية. فيعني هالشيء احنا وايد فخورين فيه، ان الحمد لله ان طلبة وطالبات أول ما يتخرجون توجهاتهم تكون انهم يكملون الطب، يدرسون الطب، فالحمد لله.
زين. العودة بس لسؤالك أخوي محمود بخصوص وين المتعامل ممكن يحصل هذه المنصات الذكية؟ بيحصلها عبر موقع الهيئة www.dha.gov.ae وعندنا اللي هو خدمات تنظيم صحي موجودة عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هي خدمات شريان. وكذلك التطبيق ذكي المزاد الذكي للموردين كذلك. يعني حاولنا ما نركز فقط على المتعاملين، لا، المتعاملين الموردين أكبر قدر من الشركاء أو المعنيين عندنا اللي يتعاملوا مع الهيئة، بحيث أن نحن ممكن نوفر لهم الخدمات تكون أونلاين. كذلك أي استفسار عند المتعاملين ممكن يتواصلون مع مركز الاتصال 800-342-24 ساعة، يقدم 5 لغات. فهذه اللي هي القنوات اللي ممكن يحصلون عليها. ممتاز. في سؤال هني هذا حق حواء طبعا. تقول عفوا انا قدمت اوراق، هاي بنتي ابنتي يعني للتدريب، مش انتي ابنتي للتدريب، يدا بيد وما حد رد علي، هي طالبة مبتعثة يمكن مش مبتعدة تدرس طب، فهل هالتطبيق بيكون فعال؟ ام عيسى تسأل. ام عيسى هي سلمت الاوراق يد بيد لإدارة التعليم الطبي. أول شيء إن شاء الله نحن راح نتواصل معها. إحنا بالعادة نستلم أوراق، في ناس مثلا يدخلون الويب سايت ساعات، بس هذا اليوم ما بتستلمون أوراق. هو هي تسأل عن نفس اليوم، يوم المبادرة. هو ساعات يستلم مثلا يكون في تكنيكال إيشو، بس إحنا بالعادة كله أونلاين، يعني نادر ما نستخدم أوراق. إحنا كان الهدف كله نوفر الجهد ونوفر الوقت وكل شيء يكون عنا أونلاين، بس هذا اليوم ساعات يمكن تحصل مع أم عيسى، وإن شاء الله أم عيسى فالك طيب. أنا بعطيك رقمها إن شاء الله تتواصلين معها. حوا تفضلي شيخة، كنت تبغين تتكلمين كذلك عن بعض الممارسات الخاصة اللي بتكون في هذا اليوم، وأيضا إذا ياكم يوم مراجعين للمراكز هذه كيف بتتعاملوا معهم؟ الفريق العمل لأخوي محمود حط خطة تسويقية نبتديها نحن من اليوم بإعلان بالتنسيق مع الدار المالية باختار المتعاملين، شو الخدمات اللي هي بشارك في المبادرة، شو الخدمات اللي ما بيتم إجراء معاملاتها عبر مراكز الخدمة، شو مراكز الخدمة المشاركة، شو يتوجب على المتعامل إنه في هذا اليوم وين يقدر يحصل الخدمة. طبعا هاي الخطة تشمل كافة القنوات في السوشيال ميديا، قنوات الإذاعية عبر برنامجكم. ففي خطة يعني تسويقية لهذه المبادرة، بحيث أن نوصل الهدف من هاي المبادرة الخدمات والمراكز للمتعامل، ونوفر لكذلك قنوات مثل مركز الاتصال لو حاب هو يستفسر قبلها كيف أن يتم إتمام هذه الخدمة. فإن شاء الله هو صح يوم إجبار لأنه ما قدر يتممها عن طريق مركز الخدمة، لكن نحن إن شاء الله نطمح أنها ما تكون يوم واحد، تكون على يعني نذكر أيام. نذكر بهذا اليوم متى بيكون؟ بيكون إن شاء الله تاريخ 26 أكتوبر الخميس القادم. هل هذا بس مقتصر على هيئة الصحة ولا كل الدوائر الحكومية؟ كل حكومة دبي، كل المؤسسات والحكومية في دبي بتكون في نفس اليوم، كل المؤسسات. نعم. في اليوم بلا مراكز خدمة. نعم. يا سلام. يعني هذا الشوارع ما بتكون زحمة محمود ذاك اليوم. ما بيكون في زحمة، ويعني إن شاء الله يا رب. بالعكس نشوف هذا التطبيق إذا يعني الواحد تعود عليه. بالعكس هناك بعض الخدمات اللي نحن نسويها مستمعينا الكرام عن طريق الابليكيشن مع الدوائر الحكومية. حتى قريت انا ما استخدمت هذا، لكن قريت ان حتى في ابليكيشن حتى ما اذا عقد قران مثلا. نعم. اللي عن طريق عن بعد قران في ابراج الامارات فعلا كان يستوي. فاظن اختي شيخة هو الغرض من هذا اليوم هو رفع مستوى الوعي بوجود خدمات ذكية. لا تحتاج ان انا اسير، لكن وايد من الناس الشكي تقول ليت ما حصلت مواقف، كان زحمة تريت وايد، ولكن في نفس الوقت في قنوات ذكية ولكن المتعامل ما يعرف عنها او ممكن انه يتعايز انه يستعملها. هي سبحان الله الثقافة الموجودة عندنا ان نحن نستسهل ان احنا نسير ونخلص. صحيح. لكن الاستسهال هذا ليه يعني يترتب عليه اشياء سلبية، زحمة شوارع، زحمة شوارع. مواقف. انت تضيع ممكن حتى وقت الموظف انه ممكن يحط وقته في اشياء اهم، بحيث انه يرد على استفساراتك. تضيع وقتك انت اصلا طبيعي، تضيع
الوقت المتعامل، لكن بترول سيارة يستأذن من الدوام بعد. نعم، أنت تبغى تغير الثقافة أن صحيح. القنوات موجودة، الحكومة حاطة جهد فيها، موجود المنصات الذكية، لكن الثقافة نحن لا نستسهل نسير لمركز الخدمة ونخلص المعاملة. نحن نباها العكس، أن الخدمة عندك، القنوات موجودة وفرق العمل موجودة، فليش ما نتحول لمدينة ذكية تكون هي الأذكى عالميا. في ناس محمود نفسيا يرتاحون لما يشوفون الموظف يقول أحس في حد ياخذ ويعطي معي الجهاز باردة وأنا ما في حد يكلمني. حتى في بعض الأماكن عندهم أنسر ماشين ذكي. صحيح. ذكي جدا يتواصل كان شخص يكلمك. صحيح صحيح. فعموما العلم يتطور يا جماعة الخير، ونحن لازم نتطور. فيه الصوت الذكي انه يتعرف عليك، والآن اللي حسب لنا آخر ممارسة شفتها في الصين في شنغهاي يتعرف على الوي، فيقرأ الوي، هاي من آخر التقنيات الموجودة، أن يقرأ ويهك ويعطيك المعاملة ويخلص لك الإجراءات. ما شاء الله، هم كلهم يشابهون. كيف يميز؟ لا أنت تدرين مرة من المرات حتى حد الشباب وصل الدرايفر وقال له بس باخذ بحط أغراض بسوي تشيكن وبنزل، نزل يدوره ما بلاقنا زين، فيلس في اللوبي تم يمكن نص ساعة لين ما ياه، قال انت وين من الصبح ادورك وهذا، قال لي يعني هو انا حطيت في بالي انه هو بيشوفني بيعرفني، طلع لا الرجال يقول والله انتم العرب كلكم تشابهون. سبحان الله، واحنا شوفوا هم يتشابهون فعلا فعلا. عموما عندنا اقل من دقيقه، كلمه اخيره تبغون تقولونها قبل لا نختم، ابتدي بحواء وبعدين برجع لك شيخه. تفضل حواء. الله يسلمك محمود. ان شاء الله المبادره بتكون مبادره خير على الجميع، ومثل ما تفضلت الاخت شيخه ان المبادره الهدف منها كان ان نزيد الوعي لاكبر شريحه عشان الواحد يستفيد من الخدمات هذه، وان شاء الله نشوفكم. ما شاء الله ما نشوف حد. ان شاء الله ما نشوفكم يوم الخميس. يوم الخميس بس. تفضل يا شيخه. أنا حبيت يعني أؤكد على منصات السعادة الذكية التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتسهيل إجراءاتهم بحصولهم على الخدمة بشكل ذاتي، ويعني تعزز من مراكز سعادة المتعاملين، ونبى المتعاملين يخلصون خدماتهم بشكل ذاتي لكفاءة أفضل، لوقت يعني نستثمره بشكل أفضل، ولسعادة متعاملين أكبر. شكرا لك أستاذة شيخة. شكرا، الشكر موصول لكم على الاستضافة. شيخة الرحومي مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة الصحة، يعني أنا هذه الإدارة أنا وايد أشكرها دكتورة، لأنه ما شاء الله عليهم متعاونين جدا معانا في البرنامج. كل ما دام عندهم قائد نفس خلاص. كل الملاحظات اللي انتم تبعثونها لنا مستمعين الكرام في طريق عند شيخ الرحومي، هم اللي يستلمونها، هم اللي يتابعونها، هم اللي يتصلون فيكم ويتابعون معاكم هذه الملاحظات. ايضا إدارة التعليم الطبي عندهم ما شاء الله وايد امور، نتمنى انكم تكونون معانا بشكل اكبر في البرنامج، لان عندكم وايد مواضيع جميله وتهم المستمعين والعاملين في هذا القطاع. شكرا لك حواء البلوشي رئيس مكتب دعم الأعمال. دعم الأعمال، شكرا لك يا حواء. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لك يا محمود، شكرا لكم استماعكم. نشكري ميرا وشكري يلا يعني. نشكر أيمن ترحيل على تواجدك معي في الفترة اللي ما كان محمود فيها، واليوم أنت موجود معي دائما تساندني. شكرا لك أختم دكتورة على السريع إذا تسمح لي أيمن دقيقة بس. هل هناك تأثير مزيلات التعرق لسرطان الثدي للرجال؟ مزيلات التعرق قد تكون أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي، لأنه تسبب انسداد في الغدد الليمفاوية، فعشان كذا لما نستخدمه مزيلات التعرق يكون مكتوب عليها مضاد التعرق. مضاد التعرق هذا لا ننصح فيه، واستخدم ما فيه كحول وايد، اللي يكون نفس الحليب، يكون كريمي أكثر عشان ما يسد القنوات التعرقية. طيب شكرا لكم. آخر تعليق يا ابني، نحن نعيش في كوكب دبي. إذن أتمنى لكم التوفيق، وأيضا غدا لنا لقاء آخر. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.